من مكان جميل جوي يطل على مدينة بريدة. مكان ما شاء الله جميل يطل على مدينة بريدة. حبينا نتكلم في موضوع الحقيقة جميل أعتبره، اللي هو موضوع التغطيات اليومية أو التغطيات التي دائما في المناسبات. فأنا أعتبر أن التغطيات تعتبر أنه عمل وطني. أول شيء أنه إبراز الحقيقة ما تقدمه دولتنا العزيزة من خدمات بهذا الأماكن، ونبرز برضو عمل الجهات الرسمية التي لها دور كبير في هذه الأماكن من تحسينات ومتابعة وتنظيم لهذه الأماكن باستمرار. فهذا أدى إلى نجاح هذه الأماكن التي الحقيقة هيئت لإسعاد المواطن وكسب رزقه منها، فنحمد الله ونشكره على هذه النعمة. النقطة الثالثة اللي هي إبراز تنافس المزارعين في هذه المنطقة والمناطق المحيطة في هذه المنطقة. نجد هناك في السوق عدة أسواق في مدينة بريدة، أنه كثير من المناطق القريبة لمدينة بريدة تتسوق وتجلب بضائعها بهذه المنطقة لوجود التسويق الجيد، وجود المنافسين ووجود المشترين. فكثير من المناطق نشاهدها تقوم بتسويق البضائع بهذه الرابعة. الحقيقة نحب نبرز أن عندنا شباب رائعين ما شاء الله، لهم دور كبير في التسويق والحقيقة في المناسبات، وأنه عندنا شباب ما شاء الله يعملون في جميع المجالات. يعني ان عندنا شباب الحمد لله والشكر يعملون في مجالات في جميع المجالات وناجحين في كل المجالات. هذا شيء يفرح طبعا ويسعدنا اننا نبرزهم بهذه التغطيات. يعني الانسان ما يولد الا رزقه معه، يعني الانسان ما يخاف من الرزق. الرزق يعني مكتوب ومسجل لك قبل ما تولد في صحيفتك، يعني ورزقك جايك اليوم ولا غد. فلو اجتمعت الأمة كلها إنها ضرك بشيء ما ضروك، ولو اجتمعت الأمة كلها إنها منفعوك بشيء ما انفعوك إلا بشيء كتبه الله لك. فيعني الواحد لما إنه يبي ترزق الله أو كذا، إنه يتوكل على الله دائما ويدعي لنفسه له وللمسلمين بالخير، يقول اللهم افتح باب رزقك لي وللمسلمين أجمعين. الحمد لله والشكر، الرزق بيد الله ما هو بيد أحد. أما التغطيات ما تأثر على الحقيقة، اللي يعني خاف الواحد أنه تأثر على الأسواق أو تأثر على بعض مثل الزبائن أو كذا، ما هو صحيح الكلام هذا، لأن الرازق الله سبحانه وتعالى هو المعطي، ورزقك مكتوب لك من قبل. ويعني زي ما قلنا أولا، لو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك. خليك مطمئن، خلي التوكل دائما ببالك، وخلي دعائك دائما للمسلمين، اللهم افتح لي أبواب الخير والإخوان المسلمين في كل مكان. التغطيات الحقيقة بالعكس جميلة جدا، عملها كبير حقيقة، تدعم الأسواق وتكثر حقيقة الزبائن للأسواق، تكثر المستثمرين للأسواق، وتنشر الخير للمواطن غير المواطن. فما يعني الواحد أنه يتعاون مع هذه التغطيات دائما، أنه حتى أنها تكون تغطيات متطورة، تغطيات تكون واضحة للمشاهد بما يحتوي هذه التغطية. فأنا حقيقة حبيت أني أوجه هذه الرسالة للإخوان، أنك خليك مطمئن، الرزق بيد الله مو بيد أحد، والتغطيات دائما هي بالعكس هي اللي تفيد المكان اللي يتم التغطية فيه، لأنه هذا
يبرز المكان إلى مجموعة كبيرة من المشاهدين سواء داخل المملكة أو خارج المملكة، ممكن أنه يزود المستثمرين في السوق، يزود المشترين، يزود الخير في السوق. فهذا يعني هي النظرية الصحيحة اللي الحقيقة دائما إن نجدها إن شاء الله بالتغطيات. يوم أنه كلام التغطيات والله تأثر ما تأثر هذه شيلها من راسك، لأنه الرزق عند الله سبحانه وتعالى، واللي كتبه الله لك بيصير مهما كان. فالتغطيات بالعكس تحتاج إلى دعم، تحتاج إلى الحقيقة توضيح من الأماكن اللي نغطي فيها، يوضحون يساعدوننا على التغطية حتى يكون هناك تغطية جميلة واضحة للجميع. أتمنى للجميع التوفيق، ودائما إن شاء الله نشوفهم سعداء، ونشوف إن شاء الله أبواب الرزق تنفتح لهم في كل مكان. من مكان جميل في يطل على مدينة بريدة نقلنا لكم هذا الموضوع. نتمنى إن شاء الله أن نكون وضحنا موضوع التغطيات. الله يوفق الجميع.